سيادة النائبة، لما بنتكلم النهاردة على مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية اللي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر ابريل، والخطوات اللي مصر قامت بيها في السياق ده، قد ايه ده مهم في ظل حالة الشلل اللي احنا شفناها امبارح في قطاعات حيوية جدا بسبب ابديت؟ بصي، هو طبعا ده شيء مهم جدا ان احنا يبقى فيه يعني داتا سنتر ما يعني او مركز بيانات محلي يكون فيه كل الحاجات المهمه اللي ما تبقاش موجوده على السحابه يعني او الكلاود او كده. ولكن يعني برضه هو ما فيش حد محمي، يعني هي لازم الناس كلها تبقى فاهمه ان على قد ما كل حاجه بقت سهله جدا بالتكنولوجيا، على قد ما كنا بزرار بنعمل كل حاجه دلوقتي، بنقدر نحول فلوس في ثواني، بنعرف نشوف اخبارنا ونحجز طيارات في ثواني، على قد ما كل ده بقى سهل، على قد ما هو معرض دايما لمشاكل والاختراقات، وان دي عمرها ما هتقف. يعني هو بيقولوا كده دايما في سبق، يعني في كده ريس بين اللي هو الهاكرز والناس اللي بتقدر تعمل الامن السيبراني او تقدر تتحكم في ده بدرجه كبيره. ان احنا يبقى عندنا مركز البيانات الخاص بتاعنا ده شيء كويس جدا ومهم، ولكن احنا لسه، ودي المفروض انها في الخطه يعني للحكومه مقدماها الجديده، ان هو هيبقى فيه اهتمام اكتر بالامن السيبراني في مصر، لان احنا ما زلنا ما عندناش تكنولوجيا خاصه بينا، وطول ما التكنولوجيا احنا بنستوردها بالذات فيما يخص الامن السيبراني احنا عمرنا ما هنبقى محمي. تقصدي ان احنا بنستهلك احنا كونسومرز للتكنولوجيا بكل مستوياتها او مستهلكين ليها ولسنا منتجين، خصوصا في حته الامن السيبراني. يعني لو انا ما بطلعش برامج تحميني احنا اللي عاملينها، طالما انا جايبه برامج من حته انا او كده من كده مخترق بالظبط، انا مش اللي عامل، لان اللي عامل ده هو ممكن جدا يقدر ان هو يعني يخش على حاجتي باي صوره من الصور، وده اللي احنا بنزق فيه، واعتقد ان الحكومه اخيرا اقتنعت بهذا الموضوع يعني، واتمنى ان احنا نلاقي الفتره الجايه في شباب بيتعلموا امن سيبراني، وفي شركات بتعمل برامج حماية سواء للشركات بقى الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة وللحكومة على كل المستويات. هو ده بتهيألي حتى نقاش مطروح من شهور يعني أو من سنوات قليلة بسيطة، هو إزاي إن احنا نبقى الفكرة في التحول الرقمي مش مجرد برامج لا أو طبعا سوفتوير خالص أو بالظبط، حتى ثقافة الناس ومدى فهمها لفكرة التحول الرقمي.